النهارده ان شاء الله هيكون معانا متابعه للجلسه الختاميه لقمه باريس للتمويل واللي شارك فيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقى سيادته كلمه هامه النهارده في الجلسه الختاميه، وتحدث فيها سيادته عن الامل وازاي الشعوب في القاره الافريقيه يكون عندهم امل، وتحدث عن الاف من فقدوا حياتهم خلال الهجره غير الشرعيه، وده الحقيقه لانه هم ما لقوش اللي هم عايزينه على أرض بلدانهم، ما عرفوش يحققوا أحلامهم. فزي ما سيادة الرئيس يعني على حد شرحه، راحوا للبلاد اللي يحققوا فيها الأمل. وهنا كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحمل الدول المتقدمة صاحبة العلم والتقدم والتكنولوجيا مسؤوليتها أمام العالم تجاه هذه الدول النامية. تحدث سيادته عن أنه في مصر عندنا 9 مليون ضيف من دول العالم، وكلمة ضيف الحقيقة رسالة إنسانية واضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم أجمع النهاردة، وهو في مجمع كبير زي هذا يعني هذه القمة في باريس. كانت نقطة مهمة جدا وكلمة فارقة أنه دايما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحدث عنهم أنهم ضيوف مصر الكرام في كل المحافل الدولية. مسألة حتى أنه التمويل ما يكونش مجرد يعني فلوس الدول المتقدمة بتمنحها للدول النامية على إثر طبعا تضررها الكبير من هذه التغيرات المناخية والأضرار اللي حصلت لها إثر هذا التقدم الصناعي، إلا أنها تكون مشروعات ومشروعات في البنى التحتية داخل هذه الدول الأفريقية. وحتى أنه أشار هنا سيادة الرئيس لمسألة القطار الكهربائي والتعاون مع ألمانيا في ده، منصة نوفي في مصر والتعاون اللي حصل مع الدول ونجاح هذه المنصة. وتحدث سيادته أيضا عن أنه لازم الدول الأفريقية ما تكونش مجرد مستقبل، لكن كمان تكون مليانة أفكار تقدر أنها تطرح بيها مشروعات يتم تنفيذها. لو ده تحقق هنا نتكلم عن أنه الشعوب دي تلاقي الأمل على أرض بلادها، وما نشوفش آلاف بيموتوا بسبب الهجرة غير الشرعي. هنسمع مع حضراتكم جزء من كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع نكمل كلامنا. احنا بنتكلم كتير على حقوق الإنسان وأنا معاكم في ده، بس أنا عايز أقول لكم إن خلال ال10 سنين اللي فاتوا اللي تم رصده حقيقة وغرق في الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان وإنسانة وطفل يمكن كل سنة، أكتر من 27,000. ده اللي احنا شفناه أو ده اللي تم رصده. طب الباقي إيه؟ إذا لم يجد الناس في إفريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل وعندهم الفرصة هنا في أوروبا. وعايز أقول لكم في مصر للي ما يعرفش لدينا 9 مليون ضيف، 9 مليون ضيف.